لواحد من افضل اللعيبه الموسم ده ويمكن مش واخد حقه بشكل كبير، كريم نيدفيد، واحد من اميز اللعيبه، لعب 26 لقاء من 27 لقاء مع فيوتشر، مسجل 4 اهداف، واحد من اللعيبه المميزه جدا. واكتر حاجه ملفته السنه دي ان معدل اصاباته قل تماما، ربنا يحميه ويحفظه هو كل لعيبه مصر يعني. ما شاء الله. طبعا كريم نيدفيد يمكن لعيب كويس وطلع طلعه كويسه جدا ابراهيم، وهو لعيب بروميسنج جدا، الكلام ده من سنتين. لكن لما جات له الاصابه، في اصابه، فانت محتاج ان انت لازم تطلع بره النادي عشان تلعب مباريات كتير جدا، فبيبتدي الميكانيزم بتاع جسمك يتعود على الاحمال. انت لو انت زي محمد محمود، لو انت ما بتشاركش وبعدين جيت مره واحده تشارك هتتصاب. لكن لو اخدت تدريجيا مع فريق، طبعا فريق فيوتشر فريق قوي جدا، ويمكن السنه دي اخذ كاس الرابطه، وفريق عمل يعني، خلي بالك الفرقه اللي من اول سنه دي تيجي تاخد بطوله وتعمل اداء جيد، دي حاجه تحسب لمجلس الاداره وتحسب للمنظومه بشكل كامل. لكن قبل ما يطلعوا نيدفيد وهو رايح، وراح نجم معاه لعيبه، بس راح نجم عاوز يلعب. أيوه. ففرقت معاه جدا طبعا ان علي ماهر عارفه، فرقت معاه ان هو التدريجي مباريات اكيد. في الاول ما كانش بيلعب 90 دقيقه واحده واحده، حتى ما بدا اساسي ممكن يطلع شويه. لازم يكون معاك مدير فني واحمال مترتبه بشكل جيد، وبتهيألي ان هو راح اعرف يتشر، فبالتالي وارد جدا، متاكد من القصه دي، وارد جدا ان هو لو راح اعرف يتشر، بتهيألي راح اعرف، هتلاقي السنه الجايه راجع جدا النادي الاهلي. ايوه. ويمكن الانديه الكبيره دلوقتي بتعمل فكره الاعاره ان اللعيب بيجي لها جاهز، شفنا في الاهلي، شفنا في الزمالك، لعيب جيد ديفندر، لعيب ينفع يلعب 6، ينفع يلعب 8، مؤثر. لو تفتكر الدور الاولاني في مباراه الاهلي كان موجود جوه السكس يارده، فما يبقى عندك لعيب كده يا ابراهيم عنده باور وورك ريت ومهاري، بالتالي بيفرق جدا مع الفرقه.